السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أهالي جدة، يعني يا ريت تساعدوا الناس وتلحقوهم، الناس محتاجة موية هنا في الصالة في الصالة الأجنبية في جدة. أهل الرحيلي، أهل أبحر، أهل الأصالة، الناس اللي حوالين الصالة الشمالية، يا ريتكم تساعدوا الناس قد ما تقدروا هنا، الناس محتاجة موية. اللي يبغى الصدقة يجي، يا باغي الخير أقبل يا شباب. شوفوا هذا الرجال كيف جايب مويه، وشوفوا كيف نكبوا الناس عليها عطشانه. يا ريت تلحقوا الناس بالمويات هنا، جزاكم الله خير. الناس هنا مره محتاجين، الحجاج مره محتاجين مويه، يا ريت تلحقوهم. شكرا لكم، الله يوفقكم ويجعلكم من اهل الصدقات. بالعافيه بالعافيه. تفضلوا يا جماعه تفضلوا. كرسار فور بري وتر مويه بارد تفضل. تفضل يا عمي، ها بالعافيه بالعافيه تفضل. الحاج انا وعافيه بالعافيه. كرسار فور فري بالعافيه. وصل فني واحد تفضل يا عمي بالعافيه. تم التدعيم بالماء تفضل. بالعافيه تفضل يا سيدي. الله يخدمنا وياك ان شاء الله. لو تبغى تفطر بالعافيه فاني.